والصلاة على خير المرسلين سيدنا رسول الله عليه صلى الصلاة الله عليه والسلام. وسلم. أمرني الإمام المهدي أن أعوذ بالبيت وأن أحمل ذلك النبأ الذي لم يحمله إنسان من قبلي، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائزا بالبيت. وقد أمرني الإمام أن أستأذن من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، فإن أذن لي فليعتد كل من العلامين الذين دعوتهم أمس، علامين الدنيا وعلامين القرآن والسنة. واليوم سنأخذ الحجة على كل من هم أهلا للسنة الذين يدعون أهليتهم للسنة. الفيلم الهندي اللي انت قلت لي ده ما يلزمنيش. انا بقول لك انت الامام لما ظهر ليك لماذا انت لم تطغى؟ قلت لك بالامس لماذا لا يظهر امام ولا ياتي مكانك ليجلس ليحاور وبما لديه من علم لدني وولاية تكوينية وقدرة وهو مساوي للاله والرب الاعلى؟ خد بالك لماذا لا ياتي؟ قلت لك تطغى. من اللي سواه اصلا؟ يا شيخنا ايا كان يعني بص احنا نتكلم عن يعني لماذا الامام اذا ظهر وجلس على هذا الكرسي يطغى الناس وانت لم تطغى؟ عندما قلت ده سؤالي. عندما قلت ان الناس ما ستراه ستطغى لم اقصد الامام المهدي، انما قصدت امر الامام المهدي الذي هو فيه هدى وهو الحجه على الناس اجمعين. لا انت قلت ان الامام لو ظهر هتطغى بدليل الشيخ خالد رد عليك بالامس. أيوة. قال لك يعني الرسول لما ظهر يعني هو افضل من الرسول؟ لا مش كده. شيخ خالد كان سؤالي هذا. يبقى كان سؤاله كده يعني اذا المساله واضحه يعني انت فاهم. لا تؤول كلامك الذي قلته بالامس. السؤال اللي حضرتك طرحته بالنسبه للامام ظهوره، الامام لا يظهر لكي لا يبايع مكرها ولكي لا يكره احدا على البيع، فلا يظهر فيه شخص الامام، انما يخرج لكم الولايه التكوينيه التي حملنيها التي هي ساوريها لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله ورعاه اينما كان. لا اريني انا قبل ان تريه. لا هذه حجة للملك عبد الله. لا ليس ما تعلن على النبأ. انت امين يا ساكر الملك عبد الله يعني هو النبأ هو اسمعها. الامام يعلم ان الملك عبد الله اذا سمع ندائي فلا يدعوني. وهو في قوله تعالى: فليدعو ناديه، والامام يدعو ناديه وهو مولاه عبد الله. اذ يدعوني وانا العائز بالبيت واستجير بالله في بيته، ليعتد ذلك الجيش ليدعو الله الزبانيه ليخسف بهم الارض. طيب انت فهمت حاجه؟